السلام عليكم الاخوان، هاد لا فورماسيون غادي تعلموا فيها كيفاش تخدموا بالفيسبوك ادز دو ا ا زد، يعني جميع الامور اللي غادي تقدروا تحتاجوها غتلقاوها في هاد لا فورماسيون، وراه غتلقاوها بيان سور مقسمه في لاشين يوتيوب. اللي مازال ما تابوناش بيان سور في لاشين يوتيوب تابونا فيها باش يشوف جميع لي كور اللي كيتحطوا في هاد لاشين هادي. دونك غادي ننصحكم انكم تتبعوها من ا حتى لزد باش تفهموا كاع لو كونسيبت، وماشي تكونوا غير كتطبقوا فقط، انكم تفهموا كيفاش تخدموا بهاد بهاد لا بلاتفورم ديال فيسبوك اس اللي هي مهمه جدا باش تنجحوا في البيزنس ديالكم. السلام عليكم الاخوان، كنتمنى انكم بخير وعلى خير. دونك في هاد لا فيديو غادي نشوفوا الفرق ما بين اشنا هو لو بيزنس مانجر او البيرسونال اكاونت، لو كونط بوبليسيتير بيرسونيل ديالك. دونك باش غادي نطلقوا لا بوبليسيتي في الفيسبوك ضروري ما تنحتاجوا ان جيستيونير دو بوبليسيتي، واحد المنصه ديال تسيير الاشهارات ديالنا ضروري ما تكون عندنا. باش تكون عندنا هذه المنصه ديال تسيير الاشهارات كاينين جوج الانواع، كاين سوا تنديروها بالكونط ديالنا ديال الفيسبوك، هذاك لو كونط ديالك اللي كتشاطي به مع الناس وداك الشيء كامل وكتستخدمه في الفيسبوك تقدر تطلق به لا بوبليسيتي وتصوب به كونط بوبليسيتي، اولا كنخدموا بان بيزنس مانجر. دونك اشنا هي الفرق ما بين هاد لي دو؟ الفرق ما بيناتهم سيبوزون ان دابا انت مثلا عندك واحد لا لوكاسيون دو فواطور وعندك او ميم طون لافاج دو فواطور وعندك مثلا شي شركه اخرى ديال كتبيع البياس ديال الطوموبيلات. دابا هاد لوكاسيون دو فواتور ما عندها حتى علاقه باللافاج، دوك الاشهارات اللي غتطلق لوكاسيون دو فواتور ما عندهم حتى شي علاقه بالاشهارات اللي تطلق لافاج، وما عندهم حتى شي علاقه بالاشهارات اللي تطلق الاي كوميرس اللي كيبيع البياس ديال الطوموبيلات. دونك هنا ما يمكنش الا كان عندك غير الكونط ديالك فيسبوك بيرسونيل ديالك هو باش غتخدم، كونط بيرسونيل تيعطيك الحق في كونط بوبليسيتير واحد وفي بيكسل واحد. دونك هنا في هذا لو كان ما يمكنش لك تخدم بالكونط بيرسونيل ديالك، خاصك ضروري ان بزنس مانجر، لان هذاك البزنس مانجر اش يمكن لينا؟ يمكن لينا من اننا نسيرو بزاف ديال لي بزنس. دونك مثلا غيكون عندنا لوكاسيون دو فواتور، هذيك لوكاسيون راه عندها الناس اللي مكلفين بالاشهارات ديالها وعندها البيكسل ديالها اللي غنشوفو في واحد الفيديو مخصص غير للبيكسل غنعرفو شنو هو، وعندها الكونط بوبليسيتير اللي هو هذا اللي هو اللي تطلق منه الاشهار. ما يمكنش حتى غادي تجي تخلط الاشهارات ديال لوكاسيون دو فواتور مع لافاج دو فواتور، حتى تخلي الكونط الاشهار ديال لوكاسيون بوحدها واللافاج بوحده، وكذلك ليكيب اللي كتكلف باللافاج بوحدها، وكذلك ليكيب اللي كتكلف بالاي كوميرس بوحدها. دونك هذا هو لافونتاج اللي تعطينا ان بزنس مانجر، تعطينا ان يكون عندنا بليزيوغ اد اكونت اللي تنقدروا نديروا فيهم بليزيوغ شوز. بحال دابا سيبوزون في الاي كوميرس انت مثلا اللي غيكونوا عندك ثلاثه لي باج، سيبوزون وحده غدير فيها الماكياج، وحده غدير فيها مثلا الحوايج، وحده غدير فيها داك لي برودوي ديال الكوزينه وداكشي. دونك هادو كل وحده فيهم بوحده، ومثلا كل وحده فيهم غتعطيها لواحد ليكيب اللي مكلفه بالكونفيرماسيون ديال كل حاجه فيهم. دونك هنا خصك ضروري ان بزنس مانجر باش كل وحده فيهم تدير لها الاد اكونت ديالها، لي بوبليسيتي ديالها تيبقاو بوحدهم، تيكون لو بيكسل ديالها بوحدو، تتكون لاباج ديالها، وتيكون ليكيب لي مقابلها. باغ كونطخ الا غتخدم غير بالكونط بوبليسيتير بيرسونيل ديالك، يعني داك الكونط اللي كدوي فيه في الفيسبوك وكتشاطي فيه هو نيت اللي بغيتي تبقى خدام به، ما عندك ما دير بالبيزنس مانجر، راه كتخدم عندك الحق في اون باج تتليها تتقدر تصاوب بزاف د لي باج، ولكن عندك الحق في ان سول كونط بوبليسيتير، كونط بوبليسيتير واحد، يعني غتطلق لا بوبليسيتي في كونط واحد. ما يمكنش كيكونوا عندك بزاف ديال لي كونط تفرق زعما ما بين لي بوبليسيتي اللي كطلق في اللوكاسيون ولي بوبليسيتي اللي كطلق في لافاج، كل وحدين بيكونوا بوحدهم لا، والخلاص ديال كل لافاج بوحدو والخلاص ديال اللوكاسيون بوحده لا، هنا كتجمع كونط واحد فيه الخلاص ديال داكشي كامل اللي عندك و لي باج كاملين وداكشي كامل، وهنا تيكون عندك ان اكسيل ان سول بيكسل. وهو بيان سور فيسبوك تينصح بان كل باج فيسبوك ديالك دير لها ان كونط بوبليسيتير ديال، يعني الا يكونوا عندك بزاف لي باج من الاحسن تخدم ان بزنس مانجر. الا عندك اون باج وحده اللي غادي تخدم بها راه ديك الساعه ماشي مشكل، تقدر تخدم بالكونط بيرسونيل ديالك هو اللي تطلق به لا بوبليسيتي، لان عندك اون سول باج وانت اللي مقابلها. هنا تيقدر يكون معاك ان ستاف تتعطيهم لي زاكسي يقابلوا معاك لا بوبليسيتي ديالك، هنا لا، هنا انت بوحدك اللي تتقابل. بيان سور الكونط بيرسونيل ديالك كيفاش تطلق به لا بوبليسيتي، تدخل الفيسبوك مثلا هذا هو ديالك، دونك انا خدام ديالك او تطبق لانستون، دونك هنا تجي تدير كخي اون بوبليسيتي، دونك هنا اوتوماتيكمون راه تيتكخي لك الكونط بيرسونيل ديالك راه تيكون عندك. دونك هادو هذا ان بيزنس مانجر، هادو سي دي بيزنس مانجر، وهذا راه تيكون مكتوبه فيه فوتر كونط بوبليسيتير بيرسونيل هذا ديالك، هذا هو اللي تيكون فيه عندك الحق فيه في ان سول بيكسل، وعندك الحق في ان سول
هذا اكونت. باغ كونتخ الى دخلتي مثلا بشي بزنس مانجر تيكون عندك الحق في بزاف ديال هاد اكونت. مثلا هنا نقدر ندير هذا مثلا هاد الاولاني هذا واحد نقدر نديرو مثلا لوكاسيون دو فواتور، وهذا نقدر نديرو مثلا لافاج دو فواتور، ونقدر نزيد نكري. دابا في هاد البيزنس مانجر تيكونوا فيه في الاول تيكون عندك اكس حتى لخمسه، وكاينين دي بيزنس مانجر اللي تيتسموا الاكتيف مانجر، هادوك تقدر تكون فيهم حتى 100 اد اكونت، ولكن صعيب باش تاخذ هذاك الاكسي ديالك. دونك هنا هذا سي ان بيزنس مانجر اللي تكون فيه خمسه، وتقدر تطلب الفيسبوك يعطيك بلوس، تقدر دير 10 مثلا، عندك 10 لي باج كل وحده غدير لها الاد اكونت ديال تجيري لي بوبليسيتي ديالها بوحدها، تقدر تطلب بلوس ويعطيك الفيسبوك لاكسي يكون عندك بلوس. دونك هذا هو الفرق ما بين هذوك لي دو. بيان سور في البيزنس مانجر ديالك ملي تدخل ليه تتكري بيزنس مانجر من هاد لو ليان، تدخل بيزنس .facebook.com وتتكريير تتعمر لي دوني ديالك وتتكريير لو بيزنس مانجر ديالك. دونك اون فوا تتكريير راه صافي سي بون، تدخل لي من باراميتر دونتربريز، هنايا تيكونوا عندك لي بيزنس ديال مانجر كامل، وهنا تتسيليكسيوني مثلا بغيتي تدخل باراميتر ديال هذا. دونك هنا عندك الناس اللي مكلفين بهذا البيزنس مانجر، دونك هنا لي باج ديالك تعطي لكل واحد لاكسي ديالو، وهنا لي كونت بيبليسيتير، دونك هنا لي كونت بيبليسيتير ديالك. هنايا عندك لي كونط انستغرام، عندك لي باج، وعندك لي بيكسل ديالك، دونك حتى هما تقدر تموديفيهم، تقدر تعطي لشي واحد لاكسي مثلا ان بيكسل، تعطيه لان بارتنير شي غوسوغ دانا تيقول لك اشنو هو تكونيكتي مثلا لشي اد اكونت ديالك، بغيت نعطي لاكسي دابا لهاد البيكسل هاد الاد اكونت راه تنقدر نعطيه. دونك انا هاد البيزنس مانجر تيعطينا هاد لا بوسيبيليتي ان حنا هاد البيكسلات وهاد لي باج وهادشي كامل تنقدروا نعطيهم لواحد ليكيب ديالنا هي اللي مكلفه تبقى مكلفه بهم، ايكيب اخرى تنعطيوها ان اوتر كونط، وايكيب اخرى تنعطيوها ان اوتر كونط. دونك انا كيف ما قلت لك الا كانوا عندك بليزيوغ باج غيكونوا عندك وبليزيوغ اد اكونتس اللي كتجيري فيهم لا بوبليسيتي، ديك الساعه ضروري ما تحتاج البيزنس مانجر. اما الا عندك اون سول باج وعندك غادي هي اللي غتخدم بها، راه ديك الساعه ما عندك ما دير بالبيزنس مانجر، تخدم غير بالكونط بوبليسيتير ديالك ديال الفيسبوك. السلام عليكم الاخوان، بغيت غير نقول لكم بلي راه في لو سيت ويب sofianseba.com غادي تلقاو بزاف ديال لي فورماسيون اون لين في لو سيت ويب كتشوفوهم، وما فيهمش الاشهار، وهما كنديرو لهم دائما كنديرو لهم ميزاجور، يعني الا تزادت شي حاجه في شي بلاتفورم فيوميا كنقدروا نبدلوا ديك لا فورماسيون اللي بغى يستافد منها. وكذلك عندنا برنامج ديال التتبع الشخصي اللي كيجي صعيب انه يفهم من اون فيديو، راه كيقدر يجي عندنا للبيرو، ولا كنديرو معاه دي سيسيون لايف مباشر عبر زوم، وكنشاركوا ليه جميع الامور اللي هو مازال ما فهمش. دونك اللي بغى يستافد من هادشي يدخل لو سيت، بغى يلقاو لو ليان في لا ديسكريبسيون.